لا يشاهد المرمى. أول مهمة تدريب لهشام بوشروان كمدرب رسمي اليوم للفريق في غياب المدرب جمال السلامي. يا لها من لحظات، يا لها من أوقات، يا لها من لقطة. يتقدم محسن متولي، الرجاء يعود مرة أخرى، يبقى في البطولة، يردد المغاربة أولى بكأسها تحمل اسم محمد السادس، هم أولى بكأسها. هكذا يرددون. محسن متولي صانع الأمال، صانع الأفراح، يسجد في هذا التوقيت، يحتفل في هذه اللحظات، لحظة تغير فيها الحال، لحظة عاد فيها الرجاء، لحظة سجل محسن متولي من ركلة جزاء بعد أن وضع الكرة في زاوية وحاول بالفريق بعد أن تأخر في الذهاب. نقلات الرجاء ماسك الملعب، هشام بوشروان وكأنه قائد الكتيبة، عرضية رأسية، مستحيل مستحيل. نتيجة الفحص سلبية، نتيجة المشاركة إيجابية. يا ملانجو إيجابية يا رجاء، الثاني للرجاء العالمي، الثاني للنسور في هذا التوقيت، الثاني لمن يتواجد هنا. كل ملاعب المغرب تحت أمر الرجاء. عرضية، يا سلام على العرضية، العرضية السحر، العرضية السحر بن ملنكم. هذه أول لمسة، هذه ما هي مسحة، هذه لمسة. نتيجة الفحص سلبية، نتيجة المشاركة إيجابية. الله على رأسي ملنكم. 2-0 يسجل الرجاء هدف ثاني في هذا التوقيت بعد أن تحكموا بأجواء المباراة في الشوط الثاني، لكن العرضية ما أعطيت حقه، ما أعطيت حقه. هل هو عبد الإله؟ ملنكو وقف، سيطر، حضن، دار، مرر لجبيرة. يا لعيب يا لعيب سفيان رحيمي، لكن الرجاء قاسي، لكن الرجاء قاسي، لكن الرجاء قاسي. يا إسماعيلي، الرجاء إلى المباراة النهائية في الربع للمرة الثالثة في تاريخه بن حليف. الرقم 10 يجدد عشرة الرجاء مع المباريات النهائية لدوري أبطال العرب. فعلوها المغاربة وهم أولى بكأسهم في هذا المكان حتى الآن. الله على بن حليف رحيمي والعرضية. التمريرة كانت من الجبيرة، ثلاثية نقلات، تمريرة كانت من رحيمي، لكن الرجاء قافي، الرجاء قافي. ترى شوف مالونجو حضن وقف، شوف الجبيرة يا لعيب، شوف رحيمي بن حليف. البدلاء، البدلاء بوشروان سجل هدفين في الشوط الثاني، بن حليف بديل وسجل، مالونجو بديل وسجل. إنها ليلة بوشا، وبوشا ما حدش يحوشا، ما حدش يحوشا. رجعتنا 10 سنوات يا بوشروان، 10 سنوات.